السلام عليكم الإخوان، وصباح الخير ومرحبا بكم في هذا الترنير مينيت. إن شاء الله ديال كانتي مساء اليوم في مع الثلاثة وربع كانتي غيكون في لي وغيكون في الإيطا دو تيلان تخيسو بالبينيترومتر، غتكون أربعة يعني شوية غيكون غادي التقيل يقدر، لأن أربعة يعني نورمالمون خاص تكون 3.8 3.7 في تخيسو بالفري، ربعة إلى زادت على ربعة غتكون القضية شوية ثقيلة. على كل حال إخواني، الكرون فافوري لو ديس كاين المنافس ديالو رقم ثلاثة، كاين 12، كاين 16، كاين الربعة، هادو هما لي 5 برومي ديال لي فافوري، كاين 13، كاين 7، كاين 6، كاين 8، كاين 1 فو لي فوت، غيكون غادي ب 26، باسكال ادا غيكون 2، غيكون 11، غيكون 15، غيكون 5، غيكون 14. على كل حال اخواني، بالنسبه للي في ميل كاينين اللي في ميل 6 وال 8 هما اللي ممكن شي وحده تبان فيهم. كما كنشوفوا هذه كدير ستيبل الهي قال نوعا ما واش غتكون اون فورم، عندها جوج كانتيات، عندها ان بلاسي. على كل حال خويا كتمشي مع لي فيمي لهنايا، هي نوعا ما غتكون صعيب عليها السيس، المهم راه 6 و 8 شي وحيدة فيهم ولا تا وحدة فيهم. بالنسبة للإخوان لي توكار قلنا نافو الدوماد والو وان فاير وريسكي دي بريسييز رقم جوج، حتى زايد عليهم هاد الدو هذا، تنظن أنا هاد العود تا هو كيدير ستيبل، تا هو كيدير ستيبل، ولكن الإخوان راه زايد عليهم عود اللي ممكن يربحهم هاد العود، أنا مأكد منو بنسبة كبيرة هاد العود راه يقدر يربحهم كاملين. واخا هنايا كان داز ساكيام في الهي في 3600 في 2000 يعني قديمة، كان تغلب على شيشي دو لا فيغا، هاد الكانتي باقي عاقل على هاد الكانتي، شيشي دو لا فيغا كان دار سيزيام، وإنما كان واحد الفرق ديال البوا عاوتاني، كان واحد الفرق ديال البوا. إذا إخواني المهم الطويكرات راه هنا فين كاينين، الواحد نورمالمون عنده ناقص تيبقى عود الاخوان اضافي وصافي. بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا راه هي هادي، المهم الاخوان كاين 19 9 6 12، وكاين داك الكنز غيكون في الكرون اوتسايدر الكنز، واللي في بل غتكون هي الويت هي 6. اعتقد هنا كاين ان شاء الله. تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامه.